طب الى متى تنتهي واضح هذا؟ الكلام ولا واضح واضح الكلام، بس واضح و السؤال هو بقى الى متى مظلم يعني؟ وصريح. تمام، بس الى متى يعني؟ هل هذه القصه تحدد مرحله؟ احنا كده بنستشرف مرحله جديده في تاريخ مصر تلعب فيها احدى التيارات الدور الاكبر والاقوى، وده ممكن يكون للصالح او غير للصالح ولا لا؟ عندما قامت الثورة كان هناك أمل غير محدود وأحلام كان لا يمكن أن التصور بأنها ستحقق. وجد الأمل في تحقيق هذه الأحلام. غاب كل هذا ب 19 مارس، وأصبحنا ندخل في مشكلة إلى مشكلة ومن أزمة إلى أزمة. الآن نحن في مفترق طرق حقيقية، لأنه لا أحد يستطيع الجزم بأن ماذا سيكون باكر، ماذا سيكون بعد. بعد. ليه؟ لأن لا يوجد ما يسمى بالتوحد الذي حدث في التحرير. روح يناير لا وجود لها. بدل روح يناير هناك تشرذم في القوى السياسية، مما أضعف القوى السياسية وصعد قوى سياسية أخرى أدركت هذا ولعبت اللعبة مبكرا، لأن هم بذكاء لهم خبرة شديد. وباع كبير جدا. هنا بقى هنا ماذا سيكون الدستور؟ هل سيكون الدستور فعلا معبر عن تيار بذاته وهذا يبقى مأزق تاريخي لهذا الوطن؟ أم سيكون هناك موائمة سياسية لمن هم أذكياء سياسيا فيتم صياغة الدستور يعبر عن المصريين؟ كلا الطريقين سيضعنا لمستقبل يختلف عن الآخر. بس ما اعتقدش ان الشعب هيكون مفعول به تاني في هذه المرحله، يعني مش هيقعد يتفرج تاني. يعني لو لاي سبب زي ما حضرتك بتقول، وفي امارات بينت دوت على مدى الاشهر اللي فاتت، ان لما يكون بيبقى في اي قرار سياسي او قرار غير حكيم الشعب ما كانش بيسكت. وده اللي بقوله، احنا رهاننا برضو لازال على الشعب. والله من يكون موجود موجود. تقصد التحرير؟ الشعب. بس لا، الشعب. بس يعني خلينا نكون واضحين، الشعب التحرير رمز. تقصد بالظبط رمز بالظبط عظيم. بالظبط. طيب هنا إشكالية، ورقة الضغط زي ما بيقولوا. هنا إشكالية. التحرير بيمثل الشرعية الثورية. صحيح. هو مثل الشارع الحرية. يمثل الشرعية الثورية. أيوه. لا سيبك من الحرية، ده كلام فضفاض. أنا ماشي. بتكلم في إطار سياسي أوكي. محدد. يعني علميا وسياسيا لا هوية. كلمة شرعية سياسية فيه شرعية أوكي. ثورية عندما يكون هناك ثورة. تمام. طب. الآن نحن في طريق انتهاء من الشرعية الدستورية. عندما ينتهي المرحلة الثالثة من مجلس الشعب يبقى اكتملت الشرعية الدستورية. من نالوا أغلبية الشرعية الدستورية وهو التيار الديني بشكل عام يريد فورا أن يلغي الشرعية الثورية. ده صحيح. خلي بالك. يعني دي يعني ولذلك عندما يتحدث الشارع سيقال له من تمثل؟ ما هي مقاعدك لكي تمثل؟ لأن في شرعية دستورية في مجلس الشعب يعبر عن الشعب. والأغلبية ستقول وتقول قالت وستقول أن هذه إرادة الشعب ولا بد أن نخضع جميعا لإرادة الشعب. ودي صناديق ولكن انتخابات ومع ذلك ومع ذلك لا أحد بعد ما تم في يناير بالظبط مثلا حتى حضرتك قلت يا فندم الشرعية الدستورية أن يلغي الشرعية الثورية. ولكن مطلوب بقى أن نعيد صياغة وجود الشرعية الثورية في الشارع بشكل بطريقة أكثر تنظيما وأكثر توحدا عما قبل ذلك وأكثر بالضبط بطريقة أيضاً. يعني لو لعبة تختلف توحد وروح يناير وفيه إدراك سياسي ورؤية سياسية وكل يا أستاذ أمين. يمكن أصل حضرتك قلت حاجة في الأول خالص، أهم حاجة وهي أهم حاجة حصلت في ثورة 25 يناير هو كسر حاجز الخوف. بالظبط. فإحنا متهيألي معتمدين ده، وإحنا كشباب مش هنسيب حقنا تاني. خلاص بقى. خلاص خلصت. خلاص بقى خلاص انتهت يعني. الأستاذ الكاتب السياسي جمال أسعد عبد الملاك، نورتنا وآرائك تحترم جدا. محترم جدا يا فندم. وهنشوف اللي جاي وربنا يسهل. لا إن شاء الله برضو الأمل في الشعب بإذن الله. بإذن ربنا الله في الشعب. رب. إن شاء الله. يا رب إن شاء الله في الشباب والله. يا رب. والله بجد. يعني بجد. تقول الشعب برضو. يا رب يا رب. أنت شباب يعني أنا أطلع بره. لا يا فندم. بالعكس يا فندم. لا بالعكس. ده إحنا من غير توجيهاتكم. أي بالظبط. نمشي. الله الله. أيوه. طيب إحنا النهارده الحقيقة معانا مجموعة من الضيوف المتميزين جدا. كان معانا أستاذ جمال، وكمان هيكون معانا بعد الفاصل على طول الناشط السياسي أستاذ جورج إسحاق، وأيضا هيكون معانا الكاتب الصحفي الكبير صلاح عيسى. يوم حافل، وما أفكركم تاني انزلوا انتخبوا. مش هنقعد نتحايل على الناس. أنا راح انتخب. يعني مش كل مرة هنقعد نتحايل. اتفضلوا انزلوا انتخبوا. اسمي هروح انتخب المرحلة التانية. المرحلة التانية. يروح انتخبي. أنا رايحة حالا. يلا فاصل راجعين تاني على طول. شكرا يا فندم. ميرسي جدا. تصحيح يوم حافل.